الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وتكملة لتغطية خاصة وليلة الانتخابات. في البداية برحب بضيفي الكبير الكاتب الصحفي الأستاذ كمال. مساء الخير أستاذ كمال ومنورنا ودايما كده تكون معنا في قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا محمد، سعيد بوجودي معاك، سعيد باللحظة الأخيرة بنقعد نبدأها مع بعض ونهيها إن شاء الله مع بعض. سعيد قوي أتعامل مع جماهير النادي الأهلي. أستاذ كمال، عايز أسأل حضرتك، الفترة اللي فاتت خلاص بقى دخل أو شكت المرحلة الانتخابية على البدء، كيف ترى التنافس الانتخابي خاصة في الإعلام؟ كيف يأخذ الإعلام أو يواكب الإعلام آخر مراحل التنافس الانتخابي؟ قبل ما أقول السؤال، في مجموعة في حاجة بس ملاحظات جاية لسه تنفرد بيها عشان برضه تبقى قناة النادي الأهلي. اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس خالد عبد العزيز والنادي الأهلي، يعني مصر الرسمية رسمية رياضيا والنادي الأهلي. أحب أقول لك بس حاجة مهمة جدا، انتشرت في إشاعة كانت موجودة في السوق، معرفش وصلتك ولا لأ، إن هناك تربص بالعملية الانتخابية برمتها، إن في حالة فوز المحمود طاهر رئيس النادي الأهلي قد تبطل الانتخابات. أي حالة تربص يا فندم؟ ما أنا لسه هندخل في الموضوع بس عشان إيه؟ فسمعت وزي أي حاجة ماشي، إشاعات كل واحد بيقول إشاعة بطريقة أو بأخرى. اللي حصل بحجة إن اللجنة الأولمبية كان النادي هي اختارت مجموعة شباب، مدير الشباب بالجيزة كمراقب، الأهلي قال لك لا من فضلكم لا أو بطريقة أو بأخرى. الناس ظنا منها إن ممكن العملية تبوظ في حالة عدم وجود شريك اللي هو لازم يمضي لك على الورق اللي هو بيراقب اللي هو اللجنة الأولمبية. ده طبعا دي إشاعة وأنا سمعتها طبعا، وكل الناس المفروض يعني إذا كان البعض بيحاول يهيئ إن الدولة ضد ما أعرفش ضد المهندس محمود طاهر أو خلافه أو ضد الأهلي أو خلاف، لا أنا بقول لك على حاجة مهمة وآخر لحظة بقى في حتة الإشاعة دي تحديدا على لسان أكبر مسؤول في اللجنة الأولمبية، المدير التنفيذي اللي كان موجود ومهندس هشام حطب وممدوح الششتاوي. أرسلوا خطاب للنادي الأهلي بيطمنوه جدا العملية الديمقراطية ماشية، بيطمنوه جدا ان اللجنة الأولمبية في ظهرهم عشان نعبر هذه النقطة الديمقراطية المحترمة جدا، بيطمنوه ان الإجراءات اللي اتخذها النادي الأهلي فيما يهم بيحصن الجمعية العمومية بتاعته او العملية الانتخابية هي صحيحة 100%، اذا لا داعي لمثل هذه الإشاعة ان هي تنتشر او تزعج انصار فلان او فلان. يعني حضرتك تؤكد ان النادي الأهلي اتجاهه لموظفي النيابة الإدارية والإشراف القضائي يعني سليم 100%، تم نزع فتيل واللجنه الاولمبيه هتبعت اكثر من 15 كادر، مجموعه من الكوادر اللي هي هتبعتهم مجرد مراقبين، ان هو تسهيلات مراقب تسهيلات ان هي يبقى الشكل تم تحصينه والعمليه الديمقراطيه ماشيه في القنوات المهمه. استاذ كمال، مين اللي له مصلحه؟ مين اللي طلع لهذه الاشاعه؟ هي مش هي اصل انت دلوقتي يمكن انا ما اعرفش في مش اشاعه دي بس، هو طبعا اللي قالها عايز يشوه صوره محمود طاهر بطريقه او باخرى، مش الاشاعه دي اللي هو يقول لك ايه محمود طاهر رئيس النادي الاهلي هو ضد النظام في عمليه الاسترشاديه وعمليه ضد النظام في انه ما اعرف، كل دي اشاعات من وهم او من صناع خيال، وانا لا انا شايفه ان في منصات لاطلاق تلك الاشاعات موجوده بحرفيه، لان من دول 2017 بس زي زمان موجوده وبتلعب هنا وبتلعب هنا، ودي عمليه مهمه جدا. لكن اللي انا عايز اكد عليه في الحته دي، النادي الاهلي مهندس محمود طاهر ومصر السياسيه او مصر الرسميه، ما فيش كلام فارغ ده خالص. المهندس خالد عبد العزيز تحديدا وزير الشباب والرياضه، بص هي العمليه يعني كثيرا من المسانده وكثيرا من المساعده قدمها النادي الاهلي في بطريقه او باخرى، سواء انشاءات كان راجل موجود كشريك، سواء في بعض المشاكل كان موجود كشريك، لكن هو في المساحه دي حاول البعض ان هو يلعب بيها او يلعب فيها او يستغلها لصح لصالحه في تشويه صوره المجلس الحالي او اللي هو بتصب في النادي الاهلي بشكل عام. لان هو المجلس الحالي بيدير مين؟ بيدير مؤسسه اسمها النادي الاهلي. اي حد بيحاول يلحق الضرر بالمجلس الاداره الموجود او حاول يعطله عن طريق اشاعات او عن طريق خلافات او عن طريق قضايا او هو بيربكه مين المتضرر الاخير؟ اللي هو الكيان، اللي هو الذين دلوقتي بيتباكوا على الكيان هم الذين حاولوا او الحقوا الضرر بالكيان. طب هل من اطلق هذه الاشاعات هو من كان يطلق كل الاشاعات في الفتره الماضيه؟ لا، الحته دي تحديدا هي ايه؟ ممكن بص اصلا اشاعه لصالح مين؟ ما هو خلي بالك وارد جدا، هي العمليه الديمقراطيه الاخر انتخابات الديمقراطيه باظت ليه؟ او ليه العمليه دي تم تقودها او ليه؟ حضرتك تقصد اخر انتخابات؟ اخر انتخابات ديمقراطيه حصلت وكانت انزه انتخابات ومعروفه ليه؟ ومعروفه مين اللي ليه؟ المجلس اللي قبل كده هو المسؤول عن اسقاط تلك العمليه. هو الاسقاط هو عن ضرب العمليه الديمقراطيه معروفه، ده من خلال الورق مش عايزين ندخل في تفاصيل، ليه؟ انا اللي موجود في الصوره، انا كمجلس اداره. مجلس اداره ده هو اللي عليه بقى يعلق البتاع دي شمال ويعلق البتاع يمين قبلها ب 15 يوم قبلها بكذا، إيه معروفه. واعتقد وبكرر ان كانت هناك نيه مبيته.
لضرب العملية أو تقويض العملية الديمقراطية وقد نجحوا في ذلك. بعد كذا يوم في طعنوا عليها وإحنا شفنا السيناريو الأسوأ. ليه بقى؟ لأنك كان مهندس محمود طاهر بره العملية، يعني مش هو مهندس إزاي يعلق وإزاي، لا الجهاز الإداري كان تبع مجلس الكابتن حسن حمدي، أيا كان مين المسؤول، مش شرط يكون رئيس النادي أو أي مسؤول، في ناس لعبت بطريقة أو أخرى، هي اللي ما سمعتش كلام الجهاز الإداري، هي اللي ما نفذتش الشروط المعينة الموجودة، دي معروفة يعني مش عايزين ندخل في تفصيلها. إذن العملية الديمقراطية الحالية محصنة، ما حدش هيلعب لصالحه، ما حدش هيجي يصطاد مجلس محمود طاهر او مجلس اداره النادي الاهلي اللي هو الموجود واللي هو المرشح بطريقه اخرى ان هو يستغلها لصالحه وبتاع، لا انا طب انا هاخد من حضرتك وحضيف، فهل ما شاهدته اليوم في المؤتمر الصحفي اللي اقيم وما صرح به سياده اللي هو شين شمس من ان انتخابات النادي الاهلي ستقام باشراف قضائي، وان النهارده كان في اجتماع ما بين جميع المرشحين للاستعداد للانتخابات المقرر لها غدا الخميس، وشاهدنا الاجتماعين شهد الاتفاق على كافه الامور التنظيميه الخاصه بالعمليه، واضاف خلال المؤتمر الصحفي ان كل المرشحين اللي في انتخابات حضروا وفي حضور الهيئه القضائيه المشرفه على الانتخابات، وبعض المرشحين طلبوا 10 مناديب لعمليه الفرز في الانتخابات، لكن النيابه الاداريه رفضت الامر حيث لم يكن ممكنا لصعوبته بسبب عمليه الازدحام، وتم الاتفاق في حضور الهيئه القضائيه على ان يكون لكل مرشح مندوبان في عمليه التصويت وخمسه مناديب في عمليه الفرز. واردف عملية التصويت هتتم تحت إشراف القضاء وفي حضور موظفي النيابة الإدارية، بعدما رفض بعض المرشحين تواجد موظفي النادي لتسجيل البيانات الأعضاء المصوتين. وأضاف أن مجلس الإدارة فوض المهندس محمود طاهر بصفة رئيس النادي في اتخاذ القرارات العاجلة، لذلك تواصلت معه بشأن طلب المرشحين عدم تواجد موظفي النادي في عملية تسجيل البيانات، ووجه بضرورة تنفيذ كافة طلبات المرشحين، وعشان كده دخلت موضوع النيابة الإدارية والإشراف القضائي. كيف ترى كل هذه الأمور وكل هذه التصريحات؟ هو موقف متوتر، يعني هي تصريحات بتدل على موقف متوتر. في حاجة بس مهمة جدا، عملية تسجيل رايح جاي، ما هو ما بيبقاش موظف النادي بيبقى قاعد وجنبه الناس كلها. وبعدين خلي بالك أنا سجل لي معايا الكارنيه، بدخل تاني في عملية هناك شوف موجودة، هي عملية توتر، عملية ما يسمى، يعني اللي أنا شايفها دي هو عايز يوترك، عايز يدفعك انك تاخد قرار ممكن يحس ان مؤثر بطريقه او باخرى. لكن اللي انا شايفه ان اداره مجلس اداره النادي الاهلي بيصر بخلال ما يتخذوه من اجراءات او من اجراءات ان هي تبقى عمليه ديمقراطيه نظيفه تحفظ الحقوق لكل المرشحين، مش زي المره اللي فاتت. يعني ده كانت ديمقراطيه والمجلس جاب 8000 صوت بس هي كانت اجرائيا ازاي تتضرب وازاي تبوظ، واتعملت وحصل كده. لكن المره دي لا، لاني عايز اقول اكتر من نقطه لازم ناخد بالنا منها، ان المجلس اداره النادي الاهلي الحالي كان من الممكن زي الانديه كلها ان هو يستغل النادي بكل اللي فيه لصالح تمرير رسالته، وعمرنا ما سمعنا في المجالس اللي ما قبل محمود طاهر اللي هو الحالي ان حد من الموظفين خرج شمال وايد، ما سمعناش، انا ما سمعتش، جايز انت سمعت او حاجه، كان كله واضح. ده لدرجه بقى في اخطر، كان في قبل كده اللي كان بيتكلم كان بي 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 بيلاحق، يعني انت لو كنت اعلامي وهاجمت الاهلي بطريقه او باخرى وبتاع كنت انت بتتعاقب. المجلس الحالي منح كل واحد عايز يقول حاجته يقولها، في ناس عاملين ومؤثرين داخل مؤسسه النادي الاهلي كانوا مع الكابتن الخطيب زي ما انت عايز، البعض بقى اكيد قالوا لمجلس الاداره ازاي وازاي وازاي، ازاي يقبض من مجلس الاداره الحالي وازاي يبيع ازاي يعني يأيد ده، وده شيء يعني برضه ما تاخد اجازه، ما هنبقى فير، خد اجازه وسيب الفلوس اللي انت بتاخدها في التوقيت ده لو انت فير. لكن هو مالك كان رده وقال حاجه مهمه جدا، ده تصريحات وصلتني، ان العمليه ديمقراطيه واللي عايز يأيد ده عايز يأيد ده، عايزين نعلم الناس كلها بره سور النادي الاهلي ان الديمقراطيه بتضرب كل حته في النادي الاهلي، ولا خوف على العمليه الديمقراطيه، وانا عارف ان المجلس اللي هينجح هو اللي هيعبر تماما عن رغبه الجمعيه العموميه. طب استاذ كمال، ليه دايما احنا في الاجراءات التنظيميه او في اللوائح وكده بناخد وقت كبير جدا، واعتقد ان هو بيضيع الهدف الاسمى، يعني سواء في لوائح استرشاديه، سواء في موضوع التنظيميه، الورق في الناحيه الشمال ولا الناحيه اليمين، لا كده تبقى، يعني انا ممكن ابطل عمليه بيجي فيها مثلا 20 25 ممكن 30 50 60 ممكن يبقى 100,000 عضو جمعيه عموميه بيجي وبيسيب بيته وبيسيب حاجته وبيسيب حياته عشان يجي يعني يمارس حياته الديمقراطيه بانه يدلي صوته في اي من الانتخابات، ولا الانتخابات بتبطل بسبب يعني شيء
يعني شيء اداري ما هوش ما يعني يبوظ العمليه. ما هو باين ان في تباين مثلا في الاصوات، فمش هو ده اللي هيبوظ الدنيا. لا خلينا نقول يعني في ساعات بتيجي بحسن نيه، وفي ساعات انا متاكد ان هي مدبره، لان انا بفهم في القانون، انا عارف ازاي اقودها، ازاي مش عارف ايه قبلها ب 15 يوم في ورقه معينه ما تعلنش وممكن تتسحب بطريقه باخرى، ازاي يعني الامور بتمشي. لكن انا عايز اقول لك على مجموعه ملاحظات، حته الاسترشاديه لخاصه حته تجربه النادي الاهلي. انا لما اكون هو مجلس اداره النادي الاهلي عندما تقدم بلائحه تليق بالنادي الاهلي للجمعيه العموميه، هو كان كاتب فيها، انا قريتها كويس. ليه؟ ايه اللي خلاني اقراها؟ لاني كان هناك اشاعات ضدها كتير قوي، ان الحق ده كاتب بند عشان يطلع الكابتن الخطيب من الموضوع، الحق ده كذا والحق ده، اللي خلاني اقراها. لقيت الموضوع ولا في حاجه خالص. السؤال الاهم، هل اللائحه كانت بتخدم مجلس الاداره الحالي؟ لا خالص، بتتيح الفرصه لكل الناس، كل الناس متساويه. ده عكس بعض الانديه اللي هي عملت لائحه تفصيل عندها. اذا انت ايه، انت بتحترم قرار الجمعيه العموميه وبتحترم الجمعيه العموميه اثنين، والاهم بتدي فرصه او بتمنح غيرك فرصه ان هو ممكن لو حصل ان هو وصل للحكم لاداره النادي عليه ولا حاجه خالص. اذا انت كنت راجل محترم جدا في تقديرك. لكن هو في بقى اشكاليه ونقف عندها. مين اللي قود عمليه اللائحه؟ مين اللي قود عمليه حصول اعضاء الجمعيه العموميه على اللائحه الخاصه بيهم واللي تليق بيهم اللي البعض بيتشدق بيها دلوقتي؟ مين؟ مجموعه موجوده ومرشحه كان لها مصلحه في ضرب الكيان، فهي ضرب محمود طاهر ما افتكرتش او ما خدتش بالها اللي هي لما تغتال معنويا مجلس محمود طاهر، هي اوتوماتيك هي اضرت بالكيان. وانا ما اقول لانصاري ما تروحوش ليه؟ هو فاكر ان هو هيسقط محمود طاهر، هو فاكر حتى قرايه الغبيه لقراءه المشهد ظنوا ان محمود طاهر ومجلس ادارته ان هم هيمشي عقب الفشل في الحصول على لائحه حاجه مش لا. هو كل الناس دول وكل المجموعات اللي كانت موجوده على المشهد في هذا الوقت واللي قال تصريحات واللي اثار بعض الرسميين ضد مجلس الاداره، هو اوتوماتيك اضر بالنادي الاهلي وليس بمجلس اداره النادي الاهلي. طب احنا لسه عندنا كلام مهم عن انتخابات النادي الاهلي نادي القرن، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد. نادي الاهلي حديد. اهلا بكم من جديد، ونستقبل ضيفنا العزيز ناقد الرياضي الاستاذ احمد الشامي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد، سعيد ان انا معاك في الاهلي ينتخب. وطبعا استاذ كمال عامر يعني اول مره نجتمع، لكن هو استاذ يعني ناس كثيره وانا واحد منهم، ومبسوط ان اكون معاه. وبعدين سبت له شويه كده بقى يتكلم براحته عشان هو بيحب يطلع لوحده، بس انا واخد استثناء النهارده عشان ابقى معاك. بالعكس انا سعيد بحلاوه الحوار. ما كنا نتحدث مع استاذ كمال في بدايه الحلقه ان هناك بعض الاشاعات وبعض الاقاويل ان في تربص من قبل اللجنه الاولمبيه وبعض المسؤولين في الرياضه المصريه بنتيجه الانتخابات في حاله فوز احد المرشحين، مما نفاها الاستاذ كمال عامر وقال ان في جوابات وصلت الى النادي مجلس اداره النادي الاهلي تفيد بان هناك اتفاق تام بكل الاجراءات التي تم اتخاذها مجلس اداره النادي الاهلي في خلال عمليه الانتخابات. بص، هي مش شائعات، هي كانت حقائق الى ان يعني حسمت الدوله الامر بان الاهلي ما ينفعش يجي له مجلس اداره مهما يكون بقى مين ويتحل. يعني مخطط افساد نجاح مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر لدوره جديده، ده كان مخطط بدا من اللائحه، يعني بدا مشواره من اللائحه. فكان في طب ليه يا استاذ؟ ليه؟ لان كان في خطه مسبقه من السيد وزير الشباب والرياضه ان الكابتن محمود الخطيب يكون رئيس النادي الاهلي في اخر سنه لمجلس الاهلي بالتعيين. طب وايه المصلحه؟ يعني هو الراجل موجود معاه في حباب وملتقى الشباب، وانا عارف استاذ كمال عامر قريب جدا من وزير الشباب والرياضه، بس يعني ما هو في يعني بص عشان من يعني انت بتحط اللغم عشان نبدا كده. فبس انا بقول لك ان هي كانت الحقيقه. انا ليا تعليق بس بعد اذنك على الحته دي. طبعا لا يعني بس هي يعني انا ما وصلني من معلومات ان الامر اتعرض فوقت اللي في السنه الاخيره التجديد، حتى لو انت تفتكر ان التجديد للمجلس الاداره اتاخر شويه، ما كانش مشكلتهم الاستاذ محمد عبد الوهاب بس كان
كانت فكره ان يبقى في تغيير للمجلس بالكامل واتاحه الفرصه لان انت يكون في مجلس جديد، خاصه ان ما كانش في حد عنده امل ولا حتى المسؤولين على راسهم وزير الشباب ان يكون في قانون الرياضه يخرج للنور ونبدا نشتغل يبقى في انتخابات وتبقى في كل هذه الامور التي وصلت الى مراحل متقدمه في تطوير الرياضه مع الملاحظات الكثيره جدا على بعض التدخلات من اللجنه الاولمبيه. حسم الامر انتهى بخطابات رسميه من اللجنه الاولمبيه، لا ان خلاص ينجح من ينجح ينتهي الامر عند اختيار الجمعيه العموميه. هو ده اللي هيبقى الفاصل، وان شاء الله نرى بكره انتخابات تليق بالنادي. طب هل هذا يعني هنقول بقى الاتفاق ما بين اللجنه الاولمبيه ومجلس اداره النادي الاهلي هل ينفي كل هذه المزاعم؟ خلاص انت قفلت الباب ان ما فيش اي محاولات لاحقه لمطارده، انا بعتبرها مطارده لاي مجلس اداره ان هو ينتخب من الجمعيه العموميه ويتم حله باي حال بقى، بطعن بخطا في الاجراءات باي امور خارجه عن رغبه الجمعيه العموميه. النهارده ما ينفعش هذا الكم الكبير جدا من الناس يكون حاضر في الجمعيه العموميه وينتخب مجلس الاداره ويجي واحد يقدم طعن مهما كان قيمته وقامته وتقول لي النهارده لا خلاص مجلس الاداره ده بينتهي وتعيد النادي الى لجنه يراسها المدير التنفيذي ومدير النشاط ومدير مالي علشان تدير النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي محتاج مجلس اداره، وان شاء الله الاهلي ينتخب بكره مجلس اداره يليق بالنادي الاهلي والاربع سنين المقبله. استاذ كمال حضرتك كان لك تعقيب. لا، في بس مجموعه حاجات. انا طبعا انا مش بدافع عن المهندس خالد عبد العزيز لانه هو يعني هو ممكن يدافع عن نفسه، ان حته ان هو كان بيتربص لا خالص، لان انا كنت شريك في نقل الحوار هنا وهنا ما بين المجلسين، فعندي من المعلومات ما يتيح لي ان انا اتكلم. هو كان الخلاف على حاجه، ان المهندس خالد المهندس محمد عبد الوهاب ما استقل او ما مشي نتيجه اي ظروف عنده كان لازم يجيب حد او حاجه. المهندس محمود طارق قال لا انا عايز دول بس يعني، فقال له حتى اما تيجي تختار او حاجه يعني حتى التوصل الحل. طب المهندس محمود طارق يطرح اسمين، المهندس خالد يختار اسم منهم ويطرح. ده حدود الموضوع وحدود اللعب. هي الحته اما اتاخرت شويه ظنا البعض ظن ان ممكن يكون وزير الشباب ضد ومش ضد والكلام ده، لكن انا بقول لك معلومات مؤكده حتى وقتها بعد ما المهندس خالد خلصت اتصلت بالمهندس محمود طارق وكان هو في دبي تقريبا او كان مسافرين بره مع الفرقه بتاعته، قلت له الموضوع 1 2 3 4 وانا عشان نبقى هي كلمه حق اثنين في حته ان في اخر يعني اذا عمليه اخر مره والخطيب يجي والخطيب ما يجيش، لا سيبك من الخطيب يروح هنا ويروح هنا، خطيب نجم كوره خلينا اي مسؤول يجي يقعد معاه وبتاع، دي كل دي امور عاديه ما فيهاش ولا حاجه خالص بعيدا عن الحته دي. استقرار النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت وخاصه عمليه الاسترشاديه جت اللي خان مجلس اداره النادي الاهلي واللي خان النادي الاهلي هم الذين لم يصوتوا او الذين وجهوا المصوتين او الاعضاء ان هم ما يروحوش بدعوات مهمه، الذين فضع هجموا مجلس اداره في هذا التوقيت وحاولوا يزرعوا او حاولوا يضعوا اسفين ما بين مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه محمود طار والدوله بطريقه او باخرى، تجيش الدوله ضد المجلس اداره وكانه مارق او كان اللائحه الاسترشاديه دي هي الدوله وهي الدستور وهي القانون وهي البرلمان وهي لا 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 لا، كل دي امور هي لقت فرصه طيبه ان هي تبقى تثار، لان اكتشفنا المهندس محمود طار ومجلس اداره ما عندوش منصات لاطلاق صواريخ مضاده لاصطياد باتريوت، لاصطياد مثلا الاشاعات الموجوده. اشاعات موجوده انت ما عندكش جهاز ضد جهاز، ما عندكش لان هو ظنا منه ان العمل بس هو الوسيله الوحيده ان هي تسوق وتروج للناس. عايز ااكد بس حته اللجنه الاولمبيه عشان ما انا الخوف لحد ياخد حته مرقوصه و اللي اي حد كان يشوف السيناريو الموجود ما بين شد وجذب ما بين تعيين مدير الشباب والرياضه القاهره لا واستبعاده وتيجي الجيزه وما بين كل ده كان ممكن يتوقع ان ايه اللي ممكن تصل لهذا الطريق. يعني ايه ممكن العمليه ما تتحصنش، العناد ده رايح فين؟ مش العناد، انا بسمي الاهلي بيطالب بحقوقه يعني اذا كانت القاهره موجوده، لكن هو قال لك ايه القاهره إيه هنجيب الجيزه لان احنا جبنا عايزين نجيب اي محافظه غير 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 القاهره، فهنجيب المنوفيه ما رضيوش، هنجيب القليوبيه المديريات ما رضيتش. فهو جه اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان انا باكد وبوضح من خلال الرسائل اللي وصلت هناك واللي انا شفتها ومن خلال كلام الناس اللجنه الاولمبيه بكل في اجهزتها منحت الاهلي رسميا ما يطمئن كل الاهلاويه بما فيهم مجلس الاداره. استاذ كمال ان الموضوع ماشي. زياره معالي وزير الشباب والرياضه للنادي الاهلي من قبل حوالي 3 اسابيع تمام والتقائه بالمهندس محمود طاهر، هل تنفي كل هذه الامور ايضا؟ ده هي يعني بص ده انا باكد لك، خلي بالك انا اذا كنت بدافع عن محمود طاهر لان انا شايف قيمه قدامي وشايف مجموعه يعني راجل تعبان وراجل عمل وشغل هو مجلس اداره و فانا بدافع عن قيمه موجوده وباكد لك بس الموقف الرسمي من الموضوع المهندس خالد عبد العزيز ايه اللي كان بيعمله اللجنه الاولمبيه. الناس بقى طب انا اقول لك على حاجه يعني سر، في احد الجرايد اليوميه
في تصريح للمدير التنفيذي للجنه الاولمبيه ناري جدا، الاهلي والاهلي 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 والاهلي. انا قلت له ايه يا عم ده، الناس كلها، ده مصر كل الرسميه كلها بتقول لك هدي هدي هدي. انا ما قلتش وكانت فيه مشكله كبيره جدا. اذا انت يعني هو اصلا ما قالش طبعا وايه عناوين قاتله عناوين. لو انا اي واحد اهلاوي من هنا لازم، مش عايزين ندخل في تفصيله بقى، الاعلام لعب في الوقت ده دور كل واحد شايفه، واحد لابس نظارات هنا بيديها هنا، يعني ناس فعلا حاولوا في الفتره اللي فاتت حرق العلاقات الاهلي والاجهزه الرسميه. استاذ احمد، كيف ترى تناول الاعلام لهذه الامور؟ بص، الاعلام يعني المؤيد لاشتعال الازمه هو السبب في اكتمالها، هي بدات وكان فيها حلول ان هي تتحل. يعني فكره ان الاهلي كان الاهلي كان ممكن يعمل جماعه عموميه على يوم واحد على فكره، وكانت الامور ماشيه في هذا الاتجاه. فكره السخونه بقى لا، والاهلي والتمسك وانت ازاي ما ينفعش. لا انا بتكلم على الانتخابات، ما انا بقول لك تناول الانتخابات. لا ما انا هكمل لك، ما هي هي من هنا كانت البدايه. فبقى في زي ما استاذ كمال كده قال، عندك شرخ ما بينك هنا وما بين اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه دلوقتي ممثله في الدوله. بدات الامور تلتئم والامور هديت في زياره الوزير، وكمان بقت في مجاوبات او خطابات رسميه مطمئنه من الطرفين سواء من الاهلي او من اللجنه الاولمبيه. هديت الامور، وصلت لمرحله متقدمه من التفاهم، وصل ان ما يعني تلاشت كل الطرق اللي بتقول ان في تربص او اتجاه ان يكون في افتعال لازمات. دخلنا بقى في مرحله الانتخابات، بقى في صراع اكبر، صراع اكبر ان انت بتتكلم على نجوميه الكابتن محمود الخطيب وانجازات المهندس محمود طاهر. انت النهارده صراع اتنقل على كل وسائل الاعلام بكل طوائفها سواء المقروءه والمسموعه والمرئيه، لكن في جزء يعني ناس غفلاه. جمال عموميه شايفه ايه؟ شايفه انت عملت ايه؟ وقدمت ايه؟ وهتعمل ايه؟ وتفكيرك واللي انت بتتكلم فيه بقى في يعني خطتك. يا استاذ احمد، التناول الاعلامي للتنافس الانتخابي، هل كان رايك فيه جيد ولا غير مقبول؟ شوف، هو يعني زاد، عشان نكون منصفين، زاد مع سخونه تصريحات القائمتين. يعني كل قائمه بدات تعلي، فبدا يعني الناس او بصفه ان احنا كنا بنكتب سواء للمهندس محمود طاهر او الكابتن محمود الخطيب، فكل واحد بدا يدافع عن وجهه نظر القناعه بتاعته في القائمه اللي هو شايف ان هي صح. فبدات الامور في الاعلام تزداد، اتصل الى مرحله السخونه اكتر من منافسه القائمتين. يعني عارف انت لما يبقى في منافسه بعد كده تلاقيها زادت قوي خارجيه، مش ما بين يعني النهارده الناس ما بتقابل بعض في النادي، بيسلموا على بعض وبيتمنوا ان يخرج يوم نزيه يليق بالنادي الاهلي. لكن انا شايف ان بقى في منافسه اعلاميه قويه جدا ما بين القنوات وما بين البرامج وما بين الصحف وما بين المواقع، اكتر من المنافسه ما بين القائمتين. طب هل ترى ان المستقلين لهم حظوظ في هذه الانتخابات؟ لا بص، يعني ما بتيجي تتكلم في قائمتين تقال زي قائمه المهندس محمود طاهر والكابتن محمود الخطيب، صعب انك انت تلاقي واحد من المنافسين يكون ليه دور، لان برضه ما فيش منافس قوي. يعني ما فيش منافس تقيل ان انت تقول لا يعني ده عنده فرصه. يمكن شويه بيظهر عمر ربيع ياسين عشان المنافسه ما بين الشباب قريبه، لكن ما تيجي تتكلم في الرئاسه، تتكلم في اي عضويه، لا كل الامور دي خارج الاطار. تحت السن يعني ماشيه بحسم كبير، وشكل الرؤيه بتقول ان هيبقى في كرسيين عند المهندس محمود طاهر وكرسي عند الكابتن محمود الخطيب. يعني هو ده الخريطه كده من الاعضاء ومن اتصالات ومن المتابعه اليوميه للنادي الاهلي. يعني انا رؤيتي كمان الشخصيه ان هو ده، عندك كرسيين عند الكابتن، كرسيين عند المهندس محمود طاهر وكرسي عند الكابتن محمود الخطيب، هو ده اللي ممكن يكون فيه منافسه. استاذ كمال، احنا لم نرى المستقلين في العديد من وسائل الاعلام. يمكن تشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي، الاهلي ينتخب باستضافه المستقلين، ولكن لم نرى حوارات للمستقلين في بعض وسائل الاعلام، واقتصرت على قائمتين، قائمه المهندس محمود طاهر وقائمه الكابتن محمود الخطيب. هو في انت يعني لما يكون في حاجه صوتها عالي قوي قوي قوي
هتيجي ما تسمعش اي حاجه. هي ده الصوت اللي بيهيمن على ودنك وبيهيمن على القوتين الموجودين موجودين. طب وهل ده صح اعلاميا يا فندم؟ هو بقى هنتكلم صح ومش صح، ده العمليه بقى ايه؟ عمليه فيها انفلات. لازم اتكلم على الصح والصح عشان اوجه المشاهد لايه؟ انت لازم ادي للمشاهد هل ده صح اعلاميا ولا لا؟ بتشتغل اعلام، انت شاري اعلانات، اللي دافع اعلان هو انت ليك تحت امرك الصفحات وكل حته، دافع بفلوسك في قنوات وفي اعلام وفي مقروء كل انواع الاعلام بفلوسك. هم ما عندهمش القدره الماليه لان القوتين اتحاموا، حتى اللي عنده مين اللي بيدفع مين ما بيدفعش ايا كان، هم اللي بيحكموا. اثنين، انا كاعلامي، طب يعني هي القضيه هم اتفرموا وهم اتظلموا، يعني في النادي الاهلي تحديدا المستقلين اتظلموا ظلم باين، وممكن يكون فيهم نماذج برضه، فيهم ممكن نماذج كويسه او حاجه ممكن يضيع في رجليهم ما ينجحش، لان كل مجموعه موجوده بتفرم اي حاجه عشان عايزه المجموعه. مهندس محمود طاهر عايز امين صندوق مريح، وعايز وكيل اكثر راحه، وعايز ثلاثه اربعه يضمن بيها العمليه تمشي، حتى لو هنا واحد او اثنين جوم او بطريقه او باخرى تمشي الدنيا، وهكذا برضو المنافس كابتن الخطيب بيعمل كده. في وسط الموضوع ده ما فيش حد هيساعدهم، وهما ما عندهمش امكانيات الماليه اللي ممكن تخليهم حتى يقربوا من الموضوع اللي هو الضوضاء اللي احنا شايفينها. الاعلام يعني البعض، انا بس الاعلام بس في جزئيه اللي انا زعلان منها او بغضب منها، ما يكون واحد اعلامي انت تحيز زي ما انت عايز، اقف مع اللي انت عايزه، حتى لو انت بتبيض التجربه بتاعته، اكذب زي ما انت عايز، وهات فيه حتى حاجات مش موجوده فيه، لكن ما تكونش انت قاعد تصطاد بطريقه او باخرى وتلحق الضرر بالاخر، ده افلاس منك لانك انت مش عارف تسوق اللي عندك. انا لما اتكلم على المهندس محمود طاهر عندي اللي اقعد اسوق فيه واتكلم فيه، ماليش دعوه. انا برضو بقولها وبكررها، انا شايف ان حاجه قدامي حاجه واضحه جدا، برامج واضحه، شخصيات شفافه وموجوده قدامي، شايفها اقدر اتكلم فيها. هو المبنى، انت شايف مبنى هتقول مش مبنى؟ مبنى السكواش ده مش مبنى اللي كان من سنه كام وسنه؟ ما تروح تشوف الاوراق. انت شايف على الشيخ زايد اللي كان سوره والاكاديميات الموجوده وبقى كذا، يعني برضو ده حاجه اللي انا بقعد اتوسم فيها واقول في خلال الفتره اللي جايه هنكون افضل. لكن انا في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ايه اللي خلى الكابتن الخطيب رؤيته مش واضحه بالنسبه لي؟ ان انا ما شفتوش رقم واحد، لان انا لما اجي احكم على العصر اللي قبل عصر حسن حمدي، عصر كامل مرتجي، عصر صالح سليم، الافراد اللي موجودين في اي قائمه او في اي مجلس اداره ما بيبانش شغلهم، اذا انا التجربه لم تصلني بعد. قد يكون عنده حلم ما فيش مشكله، قد يكون تجربته والاوراق اللي كاتبها يقدر ما فيش مشكله، لكن انا ما اجيش يعني لما اجي ابص انا ايه من خلال 40 سنه بتابع الحركه الرياضيه، انا بشوف مين الانجاز ده. انت عندك مجلس اداره في خلال فتره معينه سنتين حقق اللي عمر ما تحققش في تاريخ النادي الاهلي ولا الانديه في خلال السنتين ما بقولش اربع سنين في بدايه او تولي المسؤوليه. مهندس محمود طاهر ما هو بعد ما نجح في سنتين، وعمري ما شفت في خلال سنتين لنفس المشاكل اللي قابلت مجالس الادارات دي. انت شفت المشاكل اللي هو ده يطلع من حته حفره يطلع في حفره. في كلام يقال يقول لك ان كل مجلس اداره كان له زمن، وكل زمن له ظروفه، والزمن غير الزمن، وتوارد الامور قد يكون بهذا الامر يعني. لا ما فيش مشكله، ما فيش مشاكل، احنا ما بنقولش لا، واللي يقولوا عشان في الحكم على الحته دي. لكن انا بقوله ايه، انا راجل استاذ احمد، حضرتك عايز تعقب برضه؟ عايز اقول في تاريخ الاهلي كمان ما فيش مجلس اداره مر باللي مر بيه المجلس المهندس محمود طاهر من إيه؟ من مشاكل يعني. النهارده لما تبقى قاعد انت كمجلس اداره مش مستقر، قاعد حاسس او بقى عندك تربص. مش تربص وبس، بقى عندك احساس ان لا بقى في ناس مش عايزاك، فده برضو احساس. الناس مش عايزاك منين؟ من بره. ما انت بتتكلم لا بص، اصل النهارده او قوه لا اطماع من جوه اللي بتعمل لك المؤامره. النهارده انت انتخابات الجمعيه عموميه، فخلاص يبقى كده كنادي ناس عايزاك، سواء بقى الناس كلها حضرت ما حضرتش، العدد اللي راح هو اللي اختار. هو ده بقى اللي انت شغال عليه. الاستاذ كمال قال سنتين، بالعكس ده انت اول سنه ونص قاعد تحل في مشاكل، قاعد طب دي لا، طب دي ينفع، طب ده. وبعدين النهارده مجلس اداره نصه يستقيل من معاك بدون سبب. ده رجالتك. المفروض ان انت مختارهم، القايمه اللي انت مختارها، وتكمل. وبعد كده يحصل لك مشكله ثانيه ان عضو ثاني لا مش عايزه، وبعد كده عايز تجيب واحد عضو كمان. كل الامور دي في حين ده انت شغال بقى بتعمل انشاءات، بتعمل فرع الشيخ زايد. بص سيبك بقى مين خد الفرع، مين استلمه، دايما بتتكلم على الظهر. الظهر ايه؟ انت ممكن تاخد فرع الشيخ زايد. فرع ده الشيخ زايد كان هيتسحب، عنده ورق كان هيتسحب. ما انا بص، اصل انا حضرت مع المهندس محمد يحيى تفاصيل كتيره في الموضوع ده. اول مره لما اتخذت الارض خلاص، تاني مره لما الارض اتعمل السور. وهفترض معاك جدلا يا استاذ محمد ان انت عملت المبنى الاجتماعي اكاديميه، ماشي، فين بقى النادي؟ طب النهارده انت كمجلس اداره
مش مهندس محمود طاهر، مجلس اداره الاهلي خلص فرع الشيخ زايد، بيقولوا انه كان في ثوره يناير وفي العديد من فلوس النادي الاهلي كانت في الخارج. ماشي ماشي، انا معاك ازمات سياسيه. كويس جدا كويس جدا. ايرادات كره القدم انسى 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 بص انسى خلاص، انسى الشيخ زايد. نعم. الجزيره ومدينه نصر، قول لي كده ايه اللي اتعمل في الجزيره وفي مدينه نصر طول 12 سنه موجود فيها مجلس اداره برئاسه الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب الناب؟ ولا اي حاجه خالص. انا متابع في النادي الاهلي من 2003 موجود، ما شفتش اي حاجه في النادي الاهلي اتعملت او تطوير او شكل انشائي او تفكير ان انت يكون فيه حتى تجديد للنادي. ما النهارده ممكن يكون عندك مبنى بس ما تجدده، بتعمل له روح جديده. الاهلي لما عمل مبنى السكواش اتعمل كان انشائه في وقت الكابتن حسن حمدي، بس استكمل في عصر المهندس محمود طه. في المقابل على فكره في نفس المبنى بيتعمل تاني، واحد تاني بيتعمل في الاهلي قصاده، فده جديد. عندك الشيخ زايد، عندك فرع التجمع، عندك بقى الحلم الاهم الاستاد. النهارده ما يكون عندك خطه وعندك شركات عالميه وعامل نظام وبادئ بتقول انا فعلا هعمل استاد، بقالك سنه ونص او سنتين بتاخد موافقات من الدوله علشان تعمل استاد. الناس مش متخيله عن استاد. استاد يعني 4-5 مليار، رقم مزعج. هو استاد يعني حلم. ما هو ده، انت النهارده ال- 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 الاهلي ما يكون عنده استاد يبقى عنده استقلال عن الدوله، ما بقاش فيه عنده حاجه اسمها دعم. الاهلي ما بياخدش دعم بقاله يعني كام سنه، بس في الاخر انت تابع للدوله. لما يكون عندك استادك مع احترام لاي حد مش هتتسول انك ممكن العب في برج العرب، ممكن العب في بيتر سبورت، ممكن العب في القاهره، عندي استادي هلعب مبارياتي عليه والمنافس يلعب مبارياته زي ما يختارها. هو ده بقى اللي انت بتفكر فيه. لكن كل الكلام اللي بيدور بقى مين بنى الشيخ زايد، مين بنى التجمع. يعني هاخد موضوع مهم وموضوع الاشاعات. قديما هنتكلم مثلا في فتره اخر الاربعينات او الخمسينات، الاتحاد السوفيتي ابتدى يبقى قائم وابتدى يبقى قوي جدا ودخل وكسب الحرب العالميه الثانيه وكان له الدور الاهم والابرز في انه يكسب القوى الالمانيه. ابتدت منذ يعني انتصار الاتحاد السوفيتي اللي كانوا طبعا الاول هم كويسين جدا مع سواء امريكان او انجليز، ابتدت اشاعات مفرطه على الاتحاد السوفيتي على الرغم ان هو لم يحقق الانجازات. فطلع الكتاب قال لك ان الراجل اللي بيحقق حاجات او يعني مثلا كانت ساعتها الاتحاد السوفيتي، انا بتكلم ان هو ممثلا في ستالين، من يحقق الانجازات؟ هل دائما تكثر حواليه الاشاعات للتقليل منه؟ انا كنت عايز لسه اقول لك ان انت كمجلس اداره واجهت كل الكلام ده بشغل على الارض. الشغل على الارض بيقول ان انت عملت ايه بقى؟ انشاءاتك، نتائجك. على فكره الاهلي في فتره من الفترات كان كره قدم وسيبقى كره قدم، لكن في حاجه اسمها العاب ثانيه. احنا غايبين في الالعاب الثانيه عن افريقيا. الاهلي عمل كل حاجه في السنه الاخيره في افريقيا، بقى عندك يد وطايره وسله، فده انجازات. النهارده لازم يكون في انصاف للحقائق بس، يعني قول الحقيقه، ممكن ما تنتخبنيش بس قول ان انا عملت. ليك مبررك، انت حر اختار زي كيفما تشاء، لكن ما ينفعش تقول لا اصل انا الارض دي كانت بتاعتي وانت جيت عملتها. طب ما طبيعي، مش في حاجه اسمها تواصل اجيال. النهارده الفرع الجديد هيتعمل، طب والاستاد، طب بتفكر ان يبقى عندك فرع خامس؟ كل الامور دي لازم تحطها في حساباتك، انك بقى عندك اهلي في كل مكان. محتاج الناس تدي مجالس الاداره حقها. وقت الكابتن حسن حمدي كان في تواجد كبير جدا للمجلس في الشق الاعلامي. عايز اقول لك مشكله المجلس الحالي ما كانش عنده ظهير اعلامي. باختصار ما كانش عنده ظهير اعلامي يدافع عنه ويصد زي ما الاستاذ كمال كده قال لك صواريخ تدحض كل هذه الاشاعات اللي بتكسر كل الانتصارات والانجازات اللي انت بتعملها. طب هذا بيلك يا استاذ كمال، لماذا كثرت الشائعات في اخر شهرين او ثلاثه بالاخص؟ ما انت لما تكون عاجز على انك تحقق هدفك بطريقه او باخرى، انك انت بقدر الامكان تقرب منه او حاجه، وانت عينك على المكان بتاعه، ما قدامكش الا بعض الاسلحه اللي تقدر تعملها. ترويج للاشاعات، اشاعات عشان يخرجك عن تركيزك، اشاعات عشان يحاول بقدر الامكان يسبب لك ما يسمى بالارباك، انك انت تبقى مرتبك، ايدك مرتعشه، تخبط هنا وتخبط هنا، وده ايه يعني؟ ده ناس محترفه واللي هي بتعملها بطريقه باخرى. اللي انا شايفه ان في الانتخابات ديت طبعا احنا كلنا
اتربينا او سمعنا في كيان اسمه كيان النادي الاهلي، وسمعنا برضو عنوان الاهلي فوق الجميع. سمعنا يا فندم هو موجود. لا ثانيه واحده بس، انت جايز انت عندك بس، انا بس خلينا بس عشان نبقى، انا بقول لك احساسي يعني مش ماشي اتفضل. وسمعنا برضو انا سمعت يعني ان في عندما يكون هناك تصادم ما بين حلمك وحلم الكيان، حلم الكيان بننحاز كلنا، لكن في فتره الثلاث سنوات اللي فاتت دول انا شفت نماذج اللي هي كانت بتدافع وكانت بتروج وكانت بتعمل، هي اول واحده اللي هي ضربت الكيان وضربت كل حاجه، وهو عندما قدمت ما يسمى بمصلحتها الخاصه هي فوق الكيان. والا انت ازاي، انا ما شفتش ان مره حد يجي ويرفع قضايا على مجلس اداره مستقر ونجح بعون جمعي، ما شفتش. انا حد فيكم شاف؟ انا ما شفتش ان يجي اعضاء مجلس اداره السابقين موجودين بعد النجاح المجموعه اللي كانت موجوده مجلس محمود طاهر، ويجي يبدا الاشتباك ويطلع ويقول لك على في الصحف، ما الصحف موجوده يعني، ما شفتش حد عمل كده. انا شفت الادب والاحترام والتقدير والمحبه في كل المجالس، كابتن حسن حمدي واللي كانوا حتى المنافسين له ما وصلش لحد كده. ليه؟ لان كان في حاجه يافطه اسمها الكيان. طب استاذ كمان، لكن ما هو يعني ايه السبب اللي ادى الى هذه الامور يعني؟ هو لسه بس محمد الاستاذ كمال، لو انت تتذكر الاستاذ خالد برندال والاستاذ خالد مرتجي كان بيدعموا الكابتن محمود طاهر ضد كابتن حسن حمدي والكابتن خطيب. انا عارف قوي، عارف انا بقول لك. لا افتكر، لا انا افتكر، افتكر انا حتى انا حتى الاستاذ كامل زاهر كان بيتكلم معايا مكالمه شخصيه، قال لي انا مش عارف بصراحه خالد برندال هيعمل ايه، هو اللي كان بيدعمني الانتخابات اللي فاتت، هو اللي كان بيلف لي، وهو اللي خلينا نقول ان هي برضه كل ده رايي، لان ايه هو الحق، هو اللي حصل ايه، هو كان في هناك مجلس، هو كان مين اللي كان واقف مع المهندس، مع المهندس ابراهيم المعلم، كان كابتن الخطيب وكابتن حسن حمدي وكل الناس كله دول واقفين. طب ايه اللي خلى، ومين اللي كان بيأيد على فكره يا فندم؟ ودي وجهه نظره متحترم. ليه؟ يعني ان هو يقف ويدعم، وانا قلت حاجه عليهم وانا هم حاضرين يا عم، انت بتوقعني في الناس. انا وانا قلت انا لو عايز اقول اقول ما فيش مشكله، خلينا بس هنا ما فيش مشكله. بنوضح، هتوضح لمين؟ ما فيش ولا جمهور ولا جمهور. ما فيش مشاكل، ما فيش مشكله. اقصد ايه؟ ان كل واحد قال رايه، بس هم ظنوا اما بيجي اللي كانوا واقفين مع المهندس محمود وانقلبوا عليه بطريقه او اختلفوا، ظنوا منه المهندس محمود طاهر ومجلسه مش هيستحملوا وهيتدربكوا، وممكن ايه هم اللي يقودوا النادي الاهلي بطريقه باخرى. مهندس محمود طاهر ومجلس اداره عملوا ايه؟ اللي هم الخمسه او ال 11 عملوا زي مسبحه القلعه، قال لك ما فيش حد يلعب غير الاهلي، احنا اللي بنقود. الرهان على المجلس ده ما كانش برضو ده بالنسبه لايه؟ للناس اللي هم القيادات الحاكمه اللي كانت موجوده في مجالس الاداره. فده لقوا نفسهم بره، هم ما استحملوش ان هم يقعدوا بره بعيد عن الاهلي. ليه بقى؟ قال لي قوه معنويه كبرى لاي شخصيه موجوده، حط النادي الاهلي في اي حته، اسحب النادي الاهلي من اسم اي حد يقع ويسقط. ده حاجه محترمه جدا، وده خلينا ما نقولش بقى ايه ان احنا كيان واحنا جايين نخدم الاهلي ومتشكرين جدا. لا خلينا، لان اول تصادم انت بترفع قضيه، اول تصادم انت بتيجي بتروح هناك وتهاجم وتشتم يعني ايه؟ نتجرد بقى الحته دي. الاهلي تساوى مع حاجات كتيره، ما بقتش الحاجه الاهم. سمعت كتير قوي ايه محمود طاهر كل ما اقوله هو في عمل ايه مثلا، بسال حد من اي حد يقول لك اصله ايه الكيان. انا مش فاهم حاجه، هو مين اللي اضعف الكيان؟ مين في المحطات الرئيسيه اللي هي موجوده، مين اللي هز الكيان؟ ما هو الذين دعوا برضو انصارهم ان هم ما يجوش عشان يمرروا. هل حضرتك شاهدت الكيان مهتزا؟ يعني هل الاهلي مثلا خسر بطولات كتير؟ هل لا هي الكيان لا هو يقصد، ما هو الكيان برضو خلينا نقول، ما هم دول المختلفين مع المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره، هم اللي بيروجوا للفكره. فما نيجي نتكلم يقول لك اصل كيان النادي الاهلي وكبر. طب يا عم بالراحه بس، هو ايه اللي فرط فيه؟ ما انا عايز اسمع. ما بيجيش، هو بيلف ويدور، لان هو ما عندوش اللي يبرره، ما عندوش اللي هو يلحق الضرر. انا هقول لك على حاجه، هو انت في عهد المجلس الحالي سمعت مره ان في قضيه فساد؟ سمعت؟ ما سمعناش. سمعت مره ان حد كان بيأجر ملاعب وبيتربح بيها وهو ويقبض؟ ما سمعتش. اللي هو بيشتري ملابس ويضرب تذاكر الطيران وفيها ضرب؟ ما سمعتش. ان في استشاري موجود ما اعرفش ايه وياخد 160,000 جنيه وبقى له 5 سنين؟ ما سمعناش. اثنين، كان في، هو انت النادي الاهلي ده ما هو بيساوي البلد، بيساوي البلد عاده. في ديفوهات، في ديفوهات زي اي حاجه. السؤال الاهم كان من المفرق، يعني هل محمود طاهر ومجلس محمود طاهر حاولوا يلحقوا الضرر باي تاريخ في النادي الاهلي؟ لا. باي شخصيات سابقه؟ لا. بكابتن ده والكابتن ده والكابتن ده؟ لا. مين اللي عمل الفتنه؟ مين اللي زرع الفتنه؟ هو الذين اللي عايزين ياخدوا الكراسي ولو بكتف. هل ليك تعقيب في من هم الذين يريدون الفتنه؟ لا ما يقدرش. ما يقدرش. علق بقى اتفضل. شوف انا كان عندي بس تساؤل يا استاذ كمال، لماذا ما تحل الاول الراجل؟ ما الراجل بيسال. ما انا حسالك هسالك انت سؤال بعد كده. خلينا نخلص. اتفضل. لماذا لم يقف كابتن محمود الخطيب بجانب المهندس محمود طاهر عندما دعاه لان يكون مسؤول عن الكره في الاهلي؟
ما هو كلهم خلي بالك، ما كل الناس ساعه ما كابتن محمود ده انا وصلها هم كلهم مشوا وسابوه ظنا منه ان هو هيغرق بالظبط. لكن هو الراجل ايه الراجل، يعني عايز اقول لك حاجه، تاريخه لو انت ركزت في التاريخ بتاعه حاجه 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 مرعبه. لا 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 لا، ده هو بيقدر يمشي ويقدر يظبط ويقدر يعمل شغل ويقدر يسوق لنفسه جامد جدا. هم كانوا بيراهنوا على انهم مش هينجحوا، كانوا بيراهنوا على انهم يقعدوا فتره بتاعه ويخلصوها، كانوا بيراهنوا انهم يصدموه مع المهندس خالد وهنا وهنا عشان يغطسوه. لكن هو ايه ما شاء الله سبحانه وتعالى ان المجموعه دي تحقق اللي عمر ما حد حققه. ده صحيح، ده اللي عايز اجاوبك بقى. هجاوبك بقى واقول لك ان فعلا بعد لما يعني فشلت كل محاولات اسقاط مجلس الاهلي في اول سنه ونص او سنتين، وكمان الاستقالات اللي حصلت من اعضاء مجلس الاداره كانت واحده من الانقسامات لمجلس الاداره انك انت هتستمر. استكمال النجاحات بقى هو اللي بدا يفتح ملف الشائعات. النهارده خلاص كل الخطط انك انت تسقط ما بقتش نافعه، فابدا اتكلم في الشائعات، ابدا اتكلم عن ان محمود طاهر لا ده بيضيع ما بدأ الاهلي، ما بحافظش على الاهلي، ما بيدورش على مصلحه الكيان، بيحارب الجماهير، ما مش عايز، ما عندوش قدره ان هو يحقق بطولات. ايه الدلائل على كل الكلام ده؟ ايه الدلائل على كل هذا؟ لا ما انا بقول لك، بص اقول لك على حاجه يا استاذ محمد، انا النهارده انت راجل موجود على قناه الاهلي بتقدم برنامج، انا ممكن عشان ما عايزك تسقط اروح مثلا ضارب على السوشيال ميديا ده محمد ده ضعيف، ده محمد ده ما بيعرفش، ده كل ما بيطلع بيلحق. او زملكاوي او زملكاوي ده حاجه غريبه. زملكاوي انت كمان؟ ده حاجه غريبه جدا. انت زملكاوي طبعا من زمان. يعني حاجه عايز اقول حاجه دي ما يزعجش، يعني ان واحد عبيط. فهو ده هو ده هو ده ان انت عندك خطط محكمه من القائمه المنافسه لقائمه المهندس محمود طاهر من بدري قوي ان هي تكون موجوده في الانتخابات. انا عايز اقول لك ان كان الاتجاهات ان الضغوط كبيره جدا 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 ان المهندس بيرجع قوي، يعني عايز اقول لك قبل الانتخابات منه نفسه يعني ولا يعني حد تاني. اول شائعه طلعت بقى بشكل رسمي قبل الانتخابات طلع لك ده محمود طاهر خلاص مش عايز يكمل وعنده ضغوط اسريه مش عايز يستمر في رسمي. اشاعات خاصه يعني. انا بقول لك دي اول كانت اول واحده. فانت النهارده طول ما انت ماشي بشكل منتظم ومستمر في تحقيق ما تريده هتبقى ماشي صح، وطول ما انت ماشي صح لازم هيبقى عندك شائعات، هيبقى عندك ناس بتعمل لك مشاكل، ناس بتفتح لك ابواب لازمات. لكن بص على تاريخ المجلس في الاربع سنين او الثلاث سنين ونص او الفتره اللي قضاها، خرج من كل ازماته. الازمه الوحيده اللي الناس افتعلتها هي ازمه اللائحه الاسترشاديه. انا عايز اقول لك بقى الاهلي انتصر فيها، انتصر لانه هو النادي الوحيد الذي اشرف على اللائحه بتاعته في الجمعيه العموميه قضاء كاملة، كل الأندية بدون استثناء كان فيها تزوير، كان فيها عدم اكتمال، كان فيها مشاكل، لكن اللائحة الوحيدة بالأعضاء اللي اكتملت وبإشراف قضائي رفضت. إذن هناك أزمة في اللائحة من الرافضين للائحة مش من الأهلي. الأهلي لما عمل لائحته كان بحافظ على كيان الأهلي. هو المهندس محمود طاهر كان عملها ليه؟ لا، النهاردة حصل أي ظرف ومش المهندس محمود طاهر، هتستمر لائحة الأهلي. الاهلي على فكره ايام الكابتن حسن حمدي كان اللائحه بتاعته فيها 8 سنين. ايه رايك؟ 8 سنين ويمشي يعني 8 سنين خلاص كان اللائحه فيها 8 سنين. النهارده اللائحه اللي انت عملتها لا موجود فيها فرصه وحريه لكل الناس ان هي تبقى موجوده. لا اللي هي اجبرت عليها ولا اللي انت كنت عاملها وما اتمررتش؟ هو يا اللي انت عاملها الاهلي. طب لائحه الاهلي خيبه؟ لا ما فيش لائحه. لا ما انا فاهم ان انت النهارده بانتهاء الانتخابات بتنتهي اللائحه الارشاديه. لا 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 سلام، لا 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 ماشيه لحد ما تعمل لائحه، تعمل جمعيه عموميه ثانيه وتغير اللائحه. ايوه ما انت خلاص ما انت النهارده لا تمشي لحد ما انت تعملها وتغيرها بجمعيه عموميه ثانيه، يعني ماشيه لحد ما انت ما هو انت ما بتنتخب خلاص بقى تبدا في اول جمعيه عموميه. لا لا ما تبدا في اول جمعيه عموميه ثانيه، جمعيه خاصه بتغيير لوائح. يعني ايا كان ايا كان الفائز هيبقى هيتم دعوه جمعيه عموميه ل ده لو عايز. نعم. لو عايز لو عايز مش عايز هي ماشيه. لا بس اكيد هيبقى عايز، اكيد هيبقى في تغيير عن اللائحه الاسترشاديه. في النهاية يا أستاذ كمال عامر بشكر حضرتك وشرفتنا ونورتنا. أشكرك. قعدت كتير أنت عم جمال. بص بقول لك إيه، ما تستحملش أنا وأنت بس هي آخر مرة بس مش مشكلة. أيضا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد الشامي يعني شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك ومبسوط إن أنا كنت مع حضرتك ومع أستاذ كمال وأول مرة أجتمع معاه بس أكيد مش آخر مرة. سعداء بيك يا رب. ربنا يخليك لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حبيبي.